لو شاهدنا هذا المجمع، والحمد لله هو موجود في مدينة السادات، وتم تخصيص 200,000 متر، تم كمية 48,000، ثم ضفنا مساحة أخرى، وإن شاء الله سوف يبدأ طرح طلب تنفيذ المعدات، وهيكون هناك تعاون وثيق جدا ما بيننا وما بين شركة سايلو فودز لبناء على الخبرات التي تم اكتسابها. طبعا بالنسبة للقيمة الثانية اللي هي بالنسبة للوجبات الغذائية، زي ما قلنا المصنع مؤمن صحيا ومن ناحية الجودة، وسوف يتم شرح ذلك من ناحية وزارة الصحة وكذلك بالنسبة لوزير التربية والتعليم، إنما النقطة هي وجبة متكاملة. لما نيجي نبص على هذا الصرح فنجد إن هو بيوفر احتياجات السوق المحلي. في الكلمة اللي سيادتك قلتها في المقدمة، مهم جدا توفير وجود وفرة في السوق المحلي، مما يؤدي إلى منافسة ويؤدي إلى خفض الأسعار، بالإضافة إلى زيادة قوة مصر التصديرية. مصر من أوائل الدول اللي في جيدة في الصناعات الغذائية وفي تصدير لأوروبا والدول العربية وكذلك أمريكا، ثم زيادة التنافسية، وده مهم جدا مما يؤدي إلى تخفيض الأسعار لصالح المواطن، ضمان توفير وجبات غذائية صحية ومتنوعة سواء لطلبة المدارس أو للعاملين في المصانع أو في أي حتة، زيادة الاحتياط الاستراتيجي من سلعة المكرونة اللي نزلناها على البطاقة ومن ثم تغطي احتياجات السوق المحلي. النهاردة وإحنا بنتكلم في المخبوزات بكل أنواعها سواء بلدي أو شامي أو فرنجي أو كذا، وزيادة الإنتاج والمعروض هيؤدي إلى تنافسية حقيقية في سعر المخبوزات، مما يؤدي تبعا إلى تخفيض الأسعار. وأنا طمع شوية في الحتة دي، تحقيق التعاون والتكامل مع ما سوف إن شاء الله يتم خلال شهر من الآن في مجمع الصناعات لقهوة فينا، وأنني يعني سعيد وفخور أن أشهد هذا الافتتاح العظيم، وأتوجه لسيادتك بكل الشكر العميق للدعم المتواصل لضمان تحقيق الأمن الغذائي. ومصر النهاردة بناء على المنظمات العالمية وصفت مصر أنها من الدول في التصنيف المعتدل في الأمن الغذائي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.